السلام عليكم طلاب متابعي الكرام. كثر السؤال عن البيت وتكلفته وش طريقته. حطينا احنا المواصيل الاول بالوسط 2.5 بوصه، واللي بالاطراف 2.5 بوصه. بين الماسوره والماسوره اللي بالاطراف حطينا 3 متر، بين الماسوره والماسوره اللي بالوسط حطينا شيء 5 وشيء 6 على حسب التيوب. التيوب كله حطيناه 40-80 اقوى من 30-60. طبعا حرصت انا على القوه، حطيته 1.5 بدل 1.25. السيام طبعا السيم هو اللي يشد البيت، 14 ملي يسمونه، مقاسه 14 السيم. طبعا السيم داخل نربطه ونشده بالمواصير هذه، كل ما يركب بالمواصير قوه وشد اقوى. هذه هي التصور، وبجيب لكم من الخارج شلون زينا الكيس. الكيس البلاستيك يجي 42 في 16، هذا مقاس جديد تو طالع. قلنا الكيس اللي هو هذا 14 في 42 16 في 42، أزيد من 14 علشان العرض يصير 10 متر. عرض البيت حنا حاطه أنا 10 متر، العرض 10 أوسع من التسعة بما أنه زاد، والسعر واحد بالكيس بين 14 وبين 16. طبعا نحفر حنا علشان تشد الكيس، الكيس ما راح يربط من الخارج، لا تشد تحفر حفرة غويطة مع الجنب هذا كامل، بعدين تسقط الكيس وتدفنه نفس الطريقة. الآن مشدود قوة خلاص، ما يحتاج لا ربط ولا أي شيء، أقوى شيء لها الرمل. طبعا يحفر أغوط من كذا، ومعروفة تركيب طريقة تركيب البيوت المحمية. طبعا الارتفاع احنا حاطينه 3-3.5، كل ما يكون الميول قوي اقوى احسن. تقدر انت بدال 2.5 بالجوانب و2 متر تنزل الى 1.5، تخليه 1.5 اقوى، لانه في بعض الاشياء ما نحتاجها مثل خصوصا الاستنبات، ما تبي ترتفع اكثر من 30-40 سنتي بوسط البيت المحمي، هذه تنزله مع الجوانب وتنزله مع الوسط ويصير اقل تكلفه عليك علشان الحديد. طبعا